حياتك يا مرسي عاوز العربية تشتغل. حاضر يا بيه. بسرعة. هجيلك الساعة 11. حاضر يا بيه. شايفة جوزك يا ست هانم؟ ماله؟ ماله يا ابني؟ شحمني. غلطان، حقك عليا يا سيدي. انت السبب في ده كله. انا يا ابني تفتكر انا بعمل كل ده عشان ايه؟ فوقي بقى، اصحي قبل ما يطلعك. مين اللي طلعني يا ابني؟ مين؟ لو انت متجوزة كام؟ واحد يا حبيبي. يا ناس يا عالم، اعمل فيك ايه؟ خد كل اللي حلتي، سيبني في حالي، ارحمني. حرام عليكي، هتموتين ناقص عمر يا ماما. ماما؟ لا هو انت مش امي ولا ايه؟ ايه اللي تحسبه يا حبيبي؟ يا زكي الحقني يا زكي. زيكو الحقني يا زيكو، الحرامي بيقول ان انا امه. ايه ده؟ انت بتهرب كده ليه؟ تعالي يا ماما قربي. حقي فيه ما تخافيش. مين؟ كيمو ابني. امي يا بنتي. وما قطار العمر. روح حضري حمام سخن وصابونتين في نيكو لتر جاز. ولا ايه؟ انت عايز تتقشر. انا سمعت عن مجرمين كتير، ما سمعتش عن حد بالشكل ده. بيحبك يا سوزي، بيحبك، والحب يعمل اكتر من كده. اكتر من كده ايه بس؟ عربيه وبروش الماس. وبيقول لي محضر لك مفاجاه كبيره. الجواز بقى. طب مش استنى لما احبه الاول؟ لو انت لسه ما حبيتيهوش. طول عمري بحلم بشاب من سني. فتحي عينيكي بقى، احسن تروحي في النوم. فتحي وبحلقي كده، مش هتلاقي احسن منه. صدقيني انا شبان الايام دي يا شحاتين يا شبيحه. ثم يا اختي هو قال لك انه عازب ووحدان، وتلاقيه مسكين يتيم كمان. طب والله العظيم صعبان عليا، ومستعده اعطف عليه واتجوزه كمان. الو مين؟ انا شوشو يا احمد. انت غلطان فين؟ ابدا مشاغل. نعم؟ طيب ايه؟ جواز؟ غريبه، انا عمري ما وعدتك بالجواز. وافتكر العلاقه اللي كانت بينا كانت واضحه جدا. لا لا انا مش بتاع جواز. مين دي؟ لا دي واحدة قديمة. ألو مسرح تشاتشاتشا. الأنسة سوزي من فضلك. قول لها أجنس العربية. أنا على التليفون. هي دي ربنا يسهل. الو سوزي حياتي، انا لسه واصل من اسكندريه. ها عرفتها؟ سوزي اللي ادبت النمره في حفله النادي. يا خبر اسود، ملعوبه. اسمع زيكو. نعم. تقدر تعلقها؟ علق مين يابا؟ اقول لك عليها كازانوفا. انت زيكو معبود النساء اللي مدوخهم ومسخسخهم ومطير النوم من عينهم. مسخسخ مين يابا؟ يا عم انا بحب كماليا. وانا بقول لك حب سوزي، علقها بس، اعمل عليها وانتو غزلها، هتقع الجنب مفتوح قدامك، شوط على طول. والنتيجة ابوك يطلع قوي. زيكو انت كنت بتتفرج؟ ايه ده شيء ورا العقل، ده حاجة تاوس. ميرسي. اول مرة بتيجي المسرح؟ لا هو في الحقيقة انا جاي هنا علشان مناسبة يعني. خير ان شاء الله. لا ولا حاجة. مجلس الإدارة بتاع النادي عمل اجتماع بعد ما شاف الحفلة وقرر انك انت تبقي عضوة مدى الحياة. ميرسي. وبعدين انا افرجتهم ان انا اجي اقدم لك الكارنيه بنفسي. ميرسي قوي. وبعدين جيت وقعدت وهل القمر وغنى البلبل ورقص الغزال، لقيت جسمي بيتهز وزي ما بكون بسخن. كنت هقل عقلي واطلع المسرح العب. حقا لو تشتغل معانا في الفرقه استعراض واحد، ماتش كوره بنات ضد الولاد. ده يبقى ماتش من الاهلي. ايه رايك يا زيكو؟ مش فكره؟ لو همست الكوره بيمشي عينك. صدقيني.
الكرة هتقع في حبك بجد، مش هتتعبي، مش هتروح للكرة، الكرة ايه اللي هتجيلك؟ الكرة هتبدألك وتتدحرج وتحط نفسها على وش رجلك وتقولك شوفيني يا سوزي، الجون هيفتح لك صدره ويقولك تعالى يا سوزي ادخلي عليا يا حبيبتي، هاتي بوسه يا سوزي. قالوا لي ان دمك خفيف قوي. انا ماشي. مش معقول لازم تشرب حاجه؟ لا معلش، انا عايز طعم الليادي يفضل في بوقي لحد بكره. طب هشوفك تاني الماتش الجاي يوم الجمعه، عندنا ماتش مع الزمالك، توعديني لو كسبنا نتعشى سوا؟ مقدرش اصلا انا. خساره، يبقى هنخسر الماتش. لا اوعدك استحلف. استحلف فات فات واديله سبع لفات. جمهور النادي الاهلي بيستقبل لاعبته اللي نازله ارض الملعب، اكرامي وحازم خالد وماهر همام وشطه والخطيب وشيف عبد المنعم وطاهر الشيخ ومصطفى عبده وادي زيكو واكرامي. جمهور النادي الاهلي حبيب بيشجع لاعبته وبيحثهم على اداء مباراه جامده ممتعه تليق باسم النادي. مصطفى عبده بيشوف الجول يخشها المأمور وينام عليها تاني ويمسكها، ودخل اثنين مدافعين على زيكو اتعور ووقع، انما ان شاء الله سليمه ويلعب تاني، والحكم بينادي على الدكتور علشان يعالجه، وواقف الخطيب وغانم سلطان وراها بصري، انما ان شاء الله سليمه ويستمر هيلعب تاني. الجمهور مبسوط لان النادي الاهلي ضاغط. الكره مع مصطفى عبده للخطيب لزيكو، الشوط في جول، شوطه جامده، جول الاول لنادي الاهلي في الدقيقه 22 من الشوط الاول. الزمالك صفر، الاهلي واحد على الواحد زي ما احنا شايفين، وجمهور الاهلي سعيد ومبسوط. امال فين سوزي؟ قلعت في دقيقه ولبست في دقيقه وببص ما لقيتهاش. ما كنتش روحت؟ ابدا، كانت خدتني وياها. حد زعلها؟ بالعكس، النهارده كانت سعيده ومبسوطه يا سيدي، اخر انبساط. ليه؟ اصل زيكو كان بيتفرج يا سيدي. زيكو؟ زيكو ما تبقاش مجنون. ويتم تحضير الفوسفور بواسطة إضافة فوسفات الكالسيوم إلى حامض الكبريتيك المركز، يد 2 كب ألف 4 زائد ك 3 فوق ألف 4 كل 2. أخوك فين؟ بابا؟ رد علي، أخوك فين؟ بذاكر عند واحدة صاحبه واحدة، قصدي عند واحد صاحبه. مين؟ مالش. ويتم تحضير الفوسفور. بص لي هنا بابا، خضتني جاتكم البلاوي. ايه اللي بتعمله ده يا ولد؟ يوجا يا بابا. لا لا ليه؟ انا عارف انك بتعرف بنت لازقلك في كل الماتشات. انا بنت فيهم؟ هم كتير ولا ايه؟ يو ما تعديش كده ومين سمعك؟ بتعرفي رجاله كتير؟ ليه، هو انا نفسي حلوه زيك؟ انا اعرف واحد بس اسمه ايه؟